بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاسيكو الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد، أخيرا من سنين ماتش يبقى ليه لازمة بين مانشستر يونايتد وليفربول. اللي يكسب كان هيتصدر الدوري ويبعد عن مانشستر سيتي اللي جاي وراهم جري. الماتش يخلص تعادل، بس أنا شخصيا كمانشستراوي مبسوط. أهلا بيكم في أول ماتش أوروبي أحلله السنة دي، مانشستر يونايتد ليفربول. لايك وسبسكرايب ويلا بينا نخش نشوف ايه اللي حصل في كلاسيكو الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وليفربول. خلينا ابتدي معاكم بتشكيله ليفربول بما انه كان هو صاحب الماتش النهارده. كالعاده في حراسه المرمى كان فيها اليسون بيكر، واثنين في خط الظهر كان فابينو وهندرسون، ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه شويه وهقول لكم ليه كمان شويه. على الاطراف روبرتسون وترينت الكسندر ارنولد، والثلاثه في نص الملعب فينالدوم تياجو وشاكيري، والثلاثه الثلاثي الهجومي العظيم فيرمينو صلاح ماني. الناحيه الثانيه مانشستر يونايتد ابتدى بديفيد داخيا في حراسه المرمى، واثنين في قلوب الدفاع ماجوار وليندلوف، وهنا برضو بالنسبه لي كانت مفاجاه وهقول لكم ليه. على الشمال لوك شو، على اليمين ارون وان بيساكا، ونص الملعب فيه ماكتوميناي فريد بوجبا، والثلاثه قدام برونو فرنانديز انتوني مارسيال وماركوس راشفورد. هنا لما باجي اتكلم معاكم على ان بالنسبه لي الاثنين اللي في قلب دفاع ليفربول كان فيهم بالنسبه لي مفاجاه. انا كنت بتوقع ان الشاب الصغير ويليامز هو اللي يكون بجانب فابينو، وكنت بتوقع ان هندرسون هيكون هو اللي بيكمل الثلاثي فينالدوم وتياجو في الثلاثي اللي قدام. لكن برضه في نفس الوقت ما اقدرش اتكلم اكتر من كده على الزنقه اللي فيها يورجن كلوب، لان الراجل عنده كميه اصابات مش طبيعيه. اي حد بينفع يلعب في المركز ده كان بيلعبه. اتصاب عنده جوميز، اتصاب عنده ماتيب، اتصاب عنده فيرجيل فان دايك، بقى قلب الدفاع عنده زنقه ما يعلم بها الا ربنا، فبقى مضطر انه يحط في الحته دي اي حد ينفع يلعبها. وبلغه الكوره كده المركز ده اي حد ينفع اللي اقرب واحد ينفع يلعبه هو اللعيب اللي بيلعب في مركز 6. هي كده في الكوره الحاجات دي بتمشي كده. يعني انت يوم ما تتزنق في حد يلعب باك رايت او باك ليفت، بتروح جايب واحد من الاثنين المساكين يلعب في الحته دي لو مزنوق. نفس الامر في الاثنين في قلوب الدفاع، لما تلاقي نفسك مزنوق وما عندكش اي حد فبتضطر ترجع واحد من الناس اللي بيلعبوا في مركز 6. اي نعم فابينو وهندرسون خسروا ليفربول معركه نص الملعب نسبيا عن الماتشات اللي هم معتادين يكسبوا فيها السيطره في نص الملعب برجوع هندرسون لورا، ولكن تياجو برضو يظل لعيب كبير، واللي هو جاي لهم من بايرن ميونخ، وعين عين كلوب في اللعيبه مختلفة، دايما بيجيب لعيبة تفرق مع الفرقة كويس قوي. لكن زي ما بقول لكم الإصابات فرق كتير قوي قوي مع ليفربول. الناحية التانية مانشستر يونايتد بيلعب بنفس الطريقة، وكان عندي بالنسبة لي مفاجأة اللي قلت لكم عليها أقولها لكم عليها في الأول، إن أنا كنت مستغرب إن اللي يلعب جنب ماجواير هو ليندلوف، كنت متوقع إيريك بايه هو اللي يبتدي، لأن إيريك بايه كورته على الأرض أفضل أسرع نسبيا، لأن أنا كنت متوقع بالنسبة محمد صلاح ماني فيرمينيو الناس اللي كورتهم كلها سريعة دي، إن يكون الناس اللي بتلعب في خط ظهر مانشستر يونايتد الناس السريعة، وما فيش حد أسرع من إيريك بايه في خط الظهر لمانشستر يونايتد. فبالنسبة لي كانت مفاجأة إن ماجواير يلعب جنبه ليندلوف، اللي أنا بالنسبة لي بطني بتكركب كل ما الكرة تبقى في رجله. ليندلوف ده الكرة طول ما هي في رجله بالنسبة لي أنا كمانشستراوي رعب، ما بيعرفش يطلع الكرة من رجله كويس، بيعمل باصات في أي حتة والسلام، واللي تروح له تروح له. هو كويس في الكرة العالية لكن تمركزاته سيئة، لعب الكرة على الأرض سيئة جدا جدا جدا، ولهذا كنت مرعوب. لكن للأسف للأمانة يعني إن خط ظهر مانشستر يونايتد النهاردة كان كويس، لوك شو كان كويس، وان بيساكا دفاعيا كان كويس، هجوميا ما كانش كويس بالشكل اللي يقول عليه كان كويس. ما كانش فيه اختبارات حقيقيه لمانشستر لليفربول على دفاع مانشستر يونايتد يخليني اقول ان دفاع مانشستر كان سيء، او اقدر اقول كان كويس. لكن اجمالا لو نيجي نقيم ماتشات زي كده، ماتشات مكتمه ومقفوله شويه، اقول ان دفاع مانشستر يونايتد كان معقول. ثلاثي ليفربول النهارده ما ظهرش الظهور المتوقع ليهم، تقدر تقول كانوا مختفيين تماما، وكان افضل حد موجود في خط وسط في خط في الطريقه الهجوميه او الحته الهجوميه لليفربول الشوط الاولاني كان شاكيري، اللي بالنسبه لي كان مفاجئ في التشكيله دي، وكان عامل شوط كويس جدا. الوحيد اللي كان بيحاول وبيصنع وبيروح كتير وبيحاول يحرك صلاح ومانيه، اللي كانوا تقدر تقول محبوسين في حضن خط ظهر
مانشستر يونايتد، ولو كان في حد من الثلاثي اللي قدام نقدر نرتبه بالافضليه كان هيبقى فيرمينيو هو افضل واحد موجود في الثلاثي اللي قدام. لكن تياجو حاول يسعى انه يحرك اللعيبه دي، لكن دفاع مانشستر يونايتد كان ضيق جدا، وكان سايبين الكوره لليفربول يعملوا بيها اللي هم عايزينه، وكانت الهجمه اللي معروفه ان مانشستر يونايتد او الشغل اللي مانشستر يونايتد عامله كان لعب على الهجمه المرتده، ان مانشستر يونايتد يضيق المسافات والكوره توصل لبرونو وتوصل لبوجبا، وهي واحده بس تتلعب اما المارسيال اما لماركوس راشفورد، بس ده برضه ما كانش قيم جدا وما كانش تأثيره قوي ولا كبير. ماركوس راشفورد وقع في التسلل اكتر من 7 مرات، ممكن يكون مش راشفورد لوحده، لكن في احصائيه كانت جايه في الدقيقه حوالي 30 او 35 مانشستر يونايتد وقع في التسلل 7 مرات في شوط واحد. ده كان بيبين لك ان دي فعلا جمله ومتفق عليها اولي جونار سولشاير، وهي ان مجرد ما نقطع الكوره نلعب واحده ومرتده ويتحرك عليها ماركوس راشفورد بسرعاته، لكن للاسف ما اتعملتش ولا مره صح في الشوط الاولاني، وعشان كده الشوط الاولاني طلع 0-0 وبدون اهداف او فرص حقيقيه من مانشستر يونايتد على مرمى اليسون بيكر. الشوط الثاني اختلف شويه، والسيطره قلبت هجوميا لمانشستر يونايتد، اللي لعيبه ليفربول دفاعيا برضو التركيز بتاع اللاعب اللي بيلعب في مركزه غير اللاعب اللي بيبقى جاي غريب على الحته بتاعته. هندرسون طول الموسم بيلعب في مركز 6 في نص الملعب، لكن لما يحطه مره واحده يلعب قلب دفاع على لعيبه حريفه وصراع زي برونو فرنانديز زي مارسيال زي ماركوس راشفورد، الموضوع بيختلف تماما وبيحس بغربه، بيحس بغربه في الحته دي. مانشستر يونايتد الشوط الثاني ضيع فرص حقيقي ما كانش ينفع تضيع، برونو فرنانديز ضيع واحده اتعملت له اسيست عظيم لوك شو وشالها اليسون بيكر، ماركوس راشفورد حاطط واحده، بوجبا حط واحده ما اعرفش ازاي اليسون بيكر شالها. مانشستر يونايتد عمل شوط عظيم، وكان شايف من وجهه نظري يعني مانشستر يونايتد كان لازم يطلع جايب جون على الاقل في الشوط الثاني. مانشستر يونايتد الشوط الثاني لعب كورته اللي المفروض ان هو يلعبها، وتغييرات ليفربول الشوط الثاني ما اثمرتش عن شيء ايجابي. خليني اقول لكم التغييرات كانت جونز نزل جونز واوريجي وميلنر مكان شاكيري وفيرمينو وفينالدوم، ولكن زي ما بقول لكم هي كانت تغييرات عباره عن الحفاظ على استقرار الماتش زي ما هو. وبيني وبينكم حسيت في وقت من الاوقات ان يورجن كلوب طالع بمبدا عصفور في اليد خير من 10 على الشجره، والتعادل بالنسبه لي احسن بكتير من ان اطلع خسران. ترتيب البريمير ليج بعد الماتش ده كالتالي: مانشستر يونايتد في المركز الأول 37 نقطة، ليستر سيتي في المركز الثاني 35 نقطة، ليفربول في المركز الثالث ب 34 نقطة، توتنهام في المركز الرابع ب 33 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الخامس ب 32 نقطة ومتأخر ماتشين عن الجميع، لو كسب الماتشين هيبقى في المركز الأول، وأتى من حيث لا يدري الجميع. الكل كان داير بيقول لك المنافسه في اول الدوري بين ايفرتون وليفربول وبعد كده توتنهام، دلوقتي وبقدره قادر المنافسه وصلت انها هتبقى مانشستر يونايتد مانشستر سيتي، ومين هيجي كمان من وراهم؟ ليستر سيتي وليفربول والسبيرز. بريمير ليج مولع، بريمير ليج ممتع السنه دي، بنشوف دوري انجليزي عظيم. الحمد لله على السلامه، رجالتك رجعت يا سير اليكس. مانشستر يونايتد في صداره الدوري حتى الآن، وفي مباراة تتلعب كمان شوية، مانشستر سيتي هيلعب وهيكسب أعتقد يعني، وهيقرب من الصدارة لغاية ما يقرب مانشستر سيتي ولغاية ما حد يقرب من اليونايتد في الصدارة بتاعته. أشوف وشكم على خير، كان معكم محمد عطيته برنامج كابيتانو، والكلام عن الكلاسيكو البريمير ليج بين مانشستر يونايتد وليفربول. يا ريت لو الفيديو فيه حاجة عجبتكم وحاجة غلط معلومة اتقالت مش عجبكم تكتبها لي في الكومنتس، أشوف وشكم على خير إن شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير. سلام.